والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال نتابعها مع ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكرا لكم ريهام ويوسف، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، كما شدد المركز على توفر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعية، موضحا أنه يجرى شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. هذا ويتوفر احتياطي الاستراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز لنحو 4 أشهر. أكد وزير البترول طارق الملا أن الاتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء لقطاع الطاقة المصري، وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في البلاد، وجاء ذلك خلال استضافة سفارة السويد ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية ووفد الاتحاد الأوروبي فعالية تركز على ربط الطاقة بين أوروبا ومصر تحت عنوان نحو العمل معا من أجل طاقة مستدامة. من جهته قال سفير السويد لدى مصر هوكن أمسغورد أن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد، ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة. فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام الخامس على التوالي بالمركز الأول كأفضل هيئة استثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لنجاحها في جذب أفضل مشروع استثماري في المنطقة خلال عام 2022. وتسلم رئيس التنفيذي للهيئة حسام هيب الجائزة خلال ملتقى الاستثمار السنوية بالإمارات، حيث أكد نجاح الحكومة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحسين مؤشرات تنافسية وسهولة الأعمال، مما أدى إلى طفرة واضحة في جاذبية السوق المصرية. ألقى وزير الزراعة سيد القصير كلمة في الجلسة الأساسية رفيعة المستوى لمؤتمر قمة المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وأشار القصير إلى أن دولة قد تبنت برامج الابتكار والتكنولوجيا في مجال الزراعة من خلال تعميق دور البحوث التطبيقية في مجال استنباط الأصناف قصيرة العمر والمتحملة للإجهادات المناخية. وأكد وزير الزراعة على دعم مبادرة الابتكار الزراعي داعيا جميع دول العالم للانضمام لها، خاصة وأنها تتكامل مع مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام لدعم ملف الأمن الغذائي خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات لتقلص بذلك مكاسب قوية خلال الجلستين السابقتين في ظل حظر الأسواق قبل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل، مما سيلعب دورا مهما في قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي القادم إزاء أسعار الفائدة. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 75% ليصل إلى 76.43 دولارا، كما هبط خام غرب تكساس بنسبة 82% مسجلا 72.56 دولارا، وانخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة 82% لتصل إلى 2.35 دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.21% لتسجل 2.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت شركة أرامكو السعودية تراجع أرباحها خلال الربع الأول في عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بنسبة تصل إلى 19.25%. وأعلنت الشركة السعودية العملاقة أن صافي أرباحها بلغ 31.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة ب 39.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام.
قال وزير الطاقة الإماراتية سهيل المزروعي أن تخفيضات الإنتاج الطوعي الإضافية التي أقرها تحالف أوبك بلس لدول المنتجة للنفط تهدف إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط. وكانت السعودية وأعضاء آخرون بتحالف أوبك بلس قد أعلنوا في مطلع إبريل تخفيضات إضافية للإنتاج قدرها نحو 1.2 مليون برميل يومياً. وساهم الإعلان في دفع أسعار النفط للارتفاع بشدة، لكن تلك المكاسب تبددت بفعل قلق المستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وريان. شكرا لك مرنا.